السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد وصفة جديدة، وإن شاء الله كنتمنى تكونوا على خير الأحوال ديالكم طيبة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الحيمة اللي كتجي هكذا بالكمون، عرفتي كتجي رائعة، كتجي لذيذة لذيذة بزاف، يعني كطيبوها غير في الكوكوط بلا يعني بلا بزاف ديال التوابل، كتجي هكذا محمرة وان شاء الله غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وقدمت معها واحد السلطه اللي كتجي الصراحه منعشه وراقيه ولذيذه بزاف، مع واحد الصلصه اللي كتقدموها معها كتجي لذيذه لذيذه بزاف. ان شاء الله كنتمنى الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وما تنسونيش باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، بارطاجي الوصفات ديالي مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده على الجميع، دائما فعلوا جرس اسفل الفيديو باش توصلوا بجديد الوصفات ديالي، وبقاو معايا ان شاء الله نمر المقادير والطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات كنحتاج هنايا هاد الحيمه، هادي ديال الغنمي، كتبقى على حسب يعني على حسب الافراد الاسره ديالكم. هنايا عندي معلقه وجوج معلقات ديال الزبده كبار، وعندي هنا القليل من السمن حيت هاد السمن هنا عندي حار، عندي هنا جوج معلقات ديال الكمون، يعني هاد الوصفه راه الحيمه مكونه يعني بالكمون. هنا عندي الملح، وهنايا عندي الزعفران الحر. غادي نمر الطريقه ديال التحضير. هنا كما كتشوفوا في واحد الطنجره ديال الضغط غادي نضيف هاد الحيمه هادي على هاد الشكل، من بعد غادي نضيف عليها هاد الزبيده، كنحاول هكذا الزبده كنديرها هكذا من الداخل هكذا في الطنجره، صافي، وكندهنوا بها السمنه هذه من الفوق على هذا الشكل على هذه الطريقه هذه. من بعد غادي نضيف هاد الزعفران الحر، وغادي نضيف المليحه غير القليل من الملح، حاولوا ما تكثروش بزاف. كنضيف ربع كوب ديال الماء كما كيبان لكم يعني القليل. من بعد غادي نضيف ربعه ديال الفصوص ديال الثومه، غير نسيتهم حتى الاخر عاد درتهم اخواتي، ربعه فصوص ديال الثومه بلا ما تنقيهم، كنسد على هاد الطنجره وكتخليها كطيب على النار اللي كتكون مهيله مهيله بزاف. هنا كما كيبان لكم بعد ما كطيب ليا هاد الحيمه هادي، يعني شوفوا المريقه شحال كتبقى، يعني كتبقى كما كنت درت غير هذا القليل من يعني تقريبا ما لحقش ربع كاس، يعني غير شويه صافي، يعني والحيمه طلقات المرقه صافي. انا غادي هكذا غادي نخليها حتى تتشحر وكتلبى ليا مزيان، وغادي نزيد عليها هذا الكمون هذا على هذا الشكل صافي، وغادي نخليها تلبى مزيان حتى كتشرب ليا هذه المريقه هذه صافي، وكتبقى ليا غير نقطه ديال الزيت صافي. هنايا المكونات ديال السلطه، عندي هنايا الباربه مقطعه رقيقه، هنايا عندي هذه اللي كتنبت هكا ديال اللوبيا الخضراء معلبه الا كانت متوفره عندكم، صراحه كتجي لذيذه في السلطه، كتجي لذيذه بزاف وصحيه. هنايا عندي هذا عفوا، عندي هنايا الفلفله مقطعه حمراء رقيقه على هذا الشكل، وعندي هنايا هذا المايس او الذره، عندي هنايا لافوكا اللي قطعتها بحال ما هكا ودرت ليها شويه الحامض باش ما كتكحلش، وكنحتاج هنايا الجزر مبشور على هذه الطريقه، وعندي هنا الخيار مقطع، وكنحتاج هنا الطون، وعندي هنا جمعي القاس ديال المعدنوس، وكنحتاج البيض مقطع على هذا الشكل هذا، او الا عندكم البيض داك ديال السمان اللي كيكون صغير صراحه كتكون هكذاك افضل. عندي هنايا الروز، يعني الكميه على حسب هاد السلطه هادي على حسب افراد الاسره ديالكم، اولا كان عندكم مثلا جي اصدقاء او عائله راكم من طبيعه الحال كتزيدوا الكميه. المرو دابا الطريقه ديال التحضير، كندير على الروز كندير الذره وكندير هذا الفلفله،
الطون، غادي ندير واحد المعلقه ديال المعدنوس، كندمج هاد المكونات عندي 3 معالق ديال المايونيز، قليل من الفلفل الأسود، قليل من زيت الزيتون، الملحة كتبقى على حسب الذوق، عصير ديال الليمون، وكندمج هاد العناصر، هنا كنحتاج واحد الطبسيل اللي كيكون هكا ضايه، وغادي نفرش فيه هاد السلطة أو الخس اللي كيكون هكذا مشكل، يعني كيبقى على حسب متوفر عندكم. صافي كما كيبان لكم هنايا ضفت هذا الرز على هاد الطريقه هذه، وصافي هادو غادي نضيف عليهم واحد، غنضيف فيهم واحد الصلصه ان شاء الله، انا غادي نحضرها قدامكم، يعني كتجي صراحه واحد الصلصه باش غتسقيو هاد السلطه هذه. كنحتاج هنايا واحد القريعه هكذا خاويه، هذه الكميه ديال الصلصه على حسب، يعني هاد على حسب الكميه اللي دايرين ديال الشلاطه. من بعد غادي نضيف قليل من الحليب، ماشي بزاف، الزيت تقريبا واحد جوج معالقات كبار، فلفل اسود، قليل من الخل او ديروا عصير الليمون الحامض، ملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، قليل من المعدنوس، صافي غادي ندمج هاد كما كتشوفوا هاد الصلصة على هاد الطريقة هادي، صراحة كتجي واحد الصلصة اللي كتجي جديدة بزاف هكذا كتقدموها مع السلطات.
كنجي في الجنب وكندير هاد الخيار على هاد الطريقة. غادي نستف هاد لافوكا على هاد الشكل. كنحتاج لهاد هاد اللحم المدخن، كن هذا بهذه الطريقه، هذه كنضيف وحيده على وحيده على هذا الشكل، من بعد كنلفها على هذه الطريقه يعني على شكل وريده. طريقه سهله بهذه الطريقه هذه، وكنحاول هكذا كنفتحها باش كنحصل على واحد الوردة على هاد الطريقة على هاد الشكل. صافي غادي، يعني كتبقى بالنسبة للسلطة اي حاجة متوفرة عندكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال السلطه ديالنا، اللي كتجي صراحه رائعه ومنعشه. يعني كتسقيوا بهاد الصلصه راه كتجي ولا اروع. والطبق ديال اللحمه ديالنا، اللحمه اللي كتجي هكذا مكمنه، راه كتجي ولا اروع، كتجي محمره غير في الكوكوط. يعني كتبقاو تحمروها ومقابلينها وكتقدموها هكا مع الكمون. غير جربوا هاد الاطباق راه اكيد غادي تعجبكم. والقناه ديالي رانا محضره معكم العديد من الوصفات ديال العيد، ما بغيتش نبقى نعاودها معكم. يعني المروزيه الاصيليه الفاسيه على حقها، وطريقه اللي صراحه دارت نسبه مشاهده اللي كبيره، وجربوها بزاف بزاف من المتتبعين ديالي وعجباتهم. الحميس الفاسي على حقه، طريقه المحمر الفاسي، يعني جميع الاطباق، الكتف او الضلعه اللي كتكون حتى هي محمره ان شاء الله. غير هذا، خليو لي اللايكات ديالكم وتشيكات ديالكم، بارطاجيو الوصفات ديالي مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده على الجميع. وكنتمنى منكم الاخوات يعني اللي هكذا دخلوا شاف الفيديو، خليو لي دائما البصيمه ديالكم. وبسلامه عليكم، خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.